تعالى نشوف الامبلمنتيشن بتاع كل يونت على حده. هنلاقي مثلا اللوجيك يونت اللي هي اول يونت كانت موجوده دي في المثال بتاعي ده، هي بتسبورت اربعه اوبريشنز بس. الاربعه اوبريشنز دولت هم الاي اندد مع البي، والاي اورد مع البي، والاي اكس اورد مع البي، والنوت بتاع الاي. التو بيت سيلكتور هم التو بيت سيلكتور احنا اتكلمنا عنهم في الرسمه اللي فاتت، اللي هم كانوا التو بيتس اللي هنا، و الاوبريشنز اللي عندي زي ما شفناها. فانت لو دخلت التو بيت سيلكتور دولت ب 00، فانت الريزلت اللي خارجه من عندك اللي هي اللي خارجه من على البلوك ده اللي في الحته دي كده هي ريزلت الاند. تمام، لو انت دخلت على التو سيلكتور بيتس دولت 01 فهي ريزلت الاور، لو انت دخلت 10 فهي ريزلت مين؟ الاكزور، لو دخلت 11 فهي ريزلت النوت بتاع الاي. طيب ده من فوق الوش كده، ده شكل المالتيبلكسر او ده شكل السيركت بتاعه اللوجيكال اوبريشن من فوق. طيب تعالوا نريكاب تاني اللوجيكال اوبريشنز المختلفه من الكورس بتاع الكمبيوتر اركتكتشر. هنلاقي ان اللوجيكال اوبريشنز اللي عندي كانت اند، الاند زي ما احنا شايفين في التراث تيبل بتاعها بتاخد 2 انبوتس وبتطلع 1 اوتبوت، 0 0 بتطلع 0، 0 1 بتطلع 0، 1 0 بتطلع 0، 1 1 بتطلع 1، معناها ان اي انبوت بيساوي 0 الاند بتطلع له 0، ولو الاثنين مع بعض ب 1 الاند بتطلع 1. الاور 0 0 بتطلع 0، 0 1 بتطلع 1، 1 اور 0 بيطلع 1، 1 اور 1 بيطلع 1، وده معناه ان اي انبوت بواحد بيطلع 1، ولكن لما بيكون الاثنين مع بعض بزيرو الاور بتطلع زيرو. النوت الزيرو النوت بتاعها هو الواحد، والواحد هو النوت بتاعها هو الزيرو. الناند عكس الاند على طول، لو احنا شفنا ان الاند بتطلع 0 0 0 1 على الارقام المختلفه اللي هي 0 0 0 1 وال1 0 وال1 1، هنلاقي ان الناند بتطلع العكس 1 1 1 0، كانها اند جيت وراكب عليها انفرتر. النور اللي هي عكس الاور على طول، هنلاقي ان الاور بتطلع 0 1 1 1 مع 0 0 0 1 وال1 0 وال1 1 اد ان انبوت، والنور العكس بتطلع 1 0 0 0 قصاد 0 0 0 1 وال1 0 وال1 1، يعني كانها اور وراكب عليها انفرتر. الاكس اور، ودي عباره عن سيركت بتشتغل على الحاجات المتشابهه، لو الاثنين بيتس اللي داخلين متشابهين بتطلع 0، ولو الاثنين بيتس اللي مختلفين بتطلع 1. ممكن نشوف على انها كده، فلان 0 0 بتطلع 0، و0 ال1 بتطلع 1، وال1 مع ال0 بتطلع 1، وال1 مع ال1 بتطلع 0. او ممكن نفكر فيها بشكل مختلف، ان الزيرو لما بيخش على اي حاجه بيخليها زي ما هي، الزيرو لما دخل على 0 1 في الاكس اور طلعها 0 1، لكن ال1 لما بيخش على اي حاجه بيطلع التوجل بتاعها. الاكس نور هي العكس بتاعها، كانها اكس اور وراكب عليها انفرتر او راكب على النوت يعني، فنلاقي ان 0 0 هو اللي بيطلع ال1، 0 1 بيطلع 0، 1 0 بيطلع 0، 1 1 بيطلع 1، يعني المتشابهين هم اللي بيطلعوا ال1 او والمختلفين هم اللي بيطلعوا 0، او الزيرو لما بتخش على حاجه بتعمل لها توجل، وال1 بتخش على حاجه بتعديها زي ما هي. طيب انا ممكن استخدم اللوجيكال اوبريشنز بالشكل ده علشان اعمل سيلكتيف سيت او سيلكتيف كلير، اللي احنا هنسميها ان شاء الله بعد كده لما نخش في الكورس بتاع السي، ان احنا هنسميها البيت وايز اوبريشن، سوري هنسميها اسف البيت ماسكينج اوبريشنز. هنلاقي مثلا ان الاي لما بيتعمل له لوجيكال سوري بيت وايز تدوت بيت وايز اور مع البي اللي هي ب 1100، فهلاقي ان الزيرو لما اتاور مع الزيرو اللي فوق نزله زي ما هو، الزيرو بتاع البي لما تقور مع ال1 بتاع الاي نزله زي ما هو، لكن ال1 لما تقور مع الزيرو نزله غصب عنه ب1، وال1 التاني برضه لما تقور مع ال1 نزله غصب عنه ب1. فاقدر اقول ببساطه ان انا عملت سيلكتيف سيت لبيتس معينه، البيتس المعينه دي باللي انا اخترته ده هي ال1 1 اللي هنا، دخلته على ال1 0 ده فطلع لي 1 1 هنا على طول. اقدر اقول ببساطة اللي انا عملته ده ان انا عملت حاجة اسمها ماسك، الماسك ده حطيت في البيتس اللي انا عايز ستها بواحد،
والبيتس اللي انا مش عايز اغيرها بزيرو، فعديت البيتس اللي قصادها الماسك بزيرو زي ما هي، لكن البيتس اللي قصادها الماسك بواحد عديتها غصب عنها بواحد. ده ببساطة اللي بيعمله الماسك، وده اللي بيعمله البيت ماسكين بالظبط. يبقى عشان اعمل سيلكتف سيت دايما بستخدم الاور، بكريت الماسك بحط واحد في المكان اللي انا عايز اغيره وزيرو في المكان اللي انا مش عايز اغيره، انا عايز اسيبه زي ما هو. فهلاقي ان في الاخر الاي البيتس اللي كان قصادها الماسك بزيرو زيرو او بزيرو وهي اللي عدت زي ما هي، لكن البيتس اللي كان قصادها الماسك بواحد عدت غصب عنها بكام؟ بواحد. بنفس الطريقه انا ممكن استغل برضو الاوبريشن بتاعت الاند، ان زيرو اند مع اي حاجه بزيرو والواحد اند مع اي حاجه بالحاجه نفسها، ان انا اعمل حاجه اسمها سيلكتيف كلير. عشان اعمل سيلكتيف كلير برضو بعمل الاوبريشن بنفس الشكل، فلان الماسك بتاعي برضو هتكريته بواحد واحد زيرو زيرو اللي هو المكان اللي انا عايز اغيره بواحد واحد، والمكان اللي انا مش عايز اغيره بزيرو زيرو. وهستغل البروبرتي بتاعت الاند ان هي الحاجات اللي انت بتاندها مع زيرو بتعدي بزيرو، والحاجات اللي بتاندها مع واحد بتعدي زي ما هي. بس اكشولي انا مش باند مع الماسك زي ما كنت بقول مع الماسك هنا، لا انا هاند مع النوت بتاع الماسك. يعني المنظر بتاعي هيبقى عامل كده، واحد زيرو واحد زيرو اللي هي الفاليو القديمه للاي، هيبقى اندد مع النوت بتاع الماسك ده، يعني اندد مع زيرو زيرو واحد واحد. فلما اعمل الاند دي هلاقي ان زيرو اندد مع واحد يطلع لك بزيرو غصب عنها، واحد اندد مع واحد يطلع لك بواحد غصب عنها، و زيرو اندد مع زيرو هتطلع لك بزيرو، وواحد اندد مع زيرو يطلع لك بزيرو. فلان ال1 زيرو لما تاند مع الواحد واحد، لو النوت بتاع الماسك بتاعي طلعهم زي ما هم بواحد زيرو، اما ال1 زيرو الثانيه لما تاند مع زيرو زيرو طلعت غصب عنها بزيرو، على عكس الاور اللي لما تقور مع واحد واحد اللي هو الماسك بتاعي يعدوا غصب عنهم بواحد. عشان كده انا بعمل سيلكتيف كلير، بكريت الماسك بتاعي بقلبه وبعدين باند معاه. تاني اهو سيلكتيف كلير، بكريت الماسك بتاعي وبعدين بقلبه وبعد كده باند معاه. انا كمان ممكن اعمل سيلكتيف توجل او سيلكتيف كومبلمنت، ان انا استخدم الفيتشر بتاعت الاكس اور، وان انا اكس اور الحاجه اللي انا عايز اغيرها مع واحد والحاجه اللي انا مش عايز اغيرها مع زيرو، لان الاكس اور مع واحد بيتوجل والاكس اور مع زيرو بيعدي الحاجه زي ما هي. فلاقي ان الماسك اللي اتكريت بتاعي اللي هو واحد واحد زيرو 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 اكس اور مع زيرو بزيرو عدى زي ما هي، واحد اكس اور مع زيرو عدى زي ما هي بواحد، لكن الواحد زيرو التانية اللي في الاي بتاعي لما تعمل لهم اكس اور مع واحد واحد زيرو مع واحد بقت بواحد، وواحد مع واحد طلعت بزيرو. فنلاقي ان الاولانيه عدت زي ما هي، لكن الثانيه حصل لها ايه؟ حصل لها توجل. وده ببساطه فكره السلكتيف اوبريشن، ده الهاردوير بينفذها ازاي، وده اللي احنا هنتعامل بيه بعد كده ان شاء الله في السي فيما يسمى بالبيت ماسكينج. طيب ديت كانت اللوجيكال اوبريشنز. ماذا عن الشيفت اوبريشنز؟ وده ممكن نشوفه في الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا.